انت قلت لي انك جريء صح واعلاميا لا تتغافل. صحيح. الجمهور الان يقول انت الجمهور قاعد انت قاعد تتغافل الجمهور في عدم اجابتك للاسئله ذكرناها لك في 180 ثانيه. يعني ليش تتحفظ؟ التحفظ ممنوع، احترمنا. وانت ماشي في الهاشتاج الان شلون كل اجوبتك ما تمجاوب عليها؟ اي لا انا هل نعود اليها ممكن تجاوب؟ ممتاز، انا راح اجاوب على اي سؤال اي سؤال تطرحونه الا ما يتعلق بالقضيه الاخيره اللي اثارت الراي العام. يعني من هذا مو طبعا هذا جمهورك. اعتذر عن الاجابه عليها لاسباب جمهورك خصوصة. اعتذر جمهورك اعتذر لك ولهم. لا انا ما عندي مشكله، انا بالنسبه لي ضيفي، انا ما ترى حتى فريق الاعداد يعطيني الاسئله بنقلها لك وبكل اريحيه. انا لذلك انا اعتذر لهم، ما عندي مشكله، لكني والله انا ايضا من باب احترام بيني وبين المشاهد الكريم علاقه وطيده، يعني انا احترم رغباتهم وهم بلا شك سيحترمون رغبتي. يا اخي لو قدر لك ان يعود بك الزمن لاستقبال نفس المتصله ترد نفس الرد، تقطع الاتصال تحدثها بلغه مختلفه. تمام، يعني انت اعلامي، عطني موقفك اللي انت. انا اجبتك وقلت لك اعتذر عن اجابه اي سؤال يتعلق. انا بالنسبه لي على راحتك. لا يقول انا ماني اذا لسنا من جمهورك. والله مي بزينه والله. ايش يقولون؟ لسنا من جمهورك اذا لسنا من جمهور؟ اي لسنا ما فهمت. يقولون لسنا من جمهورك اذا انت ما جاوبتنا. تمام، انا يبون يسمعون صوتك، يسمعون ردك، حبهم. انا احترمهم من هم من جمهوري ومن هم ليسوا من جمهوري، واعتقد اعتقد اعتقد يعني لغه جمهوري او متابعيني او فانزاتي او يعني لا احبها كثيرا. هناك جمهور للرساله، جمهور للبرنامج، جمهور للمحتوى. انت ترى ان هذول جمهورك مو للرساله؟ بلا شك. انت عندك شيء غير الرساله استاذ احمد؟ بلا شك. برامجك ما شاء الله تبارك الله تحرص على تقديم رساله للمجتمع وللوطن. صحيح. وحريص انك تؤدي اداء، انا من خلال متابعتي. صحيح. اداء اعلامي ما شاء الله تبارك الله مميز. بسلام. وارى انك تتواجد ما شاء الله في البرامج التي تليق بثوب الاستاذ احمد المالكي. وتعرف تبي نغير طريقة السؤال؟ الجمهور مو موقف الجمهور، خلني أسألك نقطة سؤال. نقطة خسطر علشان يعد هالموضة ما عليش. سمي بس ما سمي يعني ما ودي والله أول والله نقطة آخر سطر. أنا قطعت وعدا وعهدا على نفسي أن لا أتحدث عن هذا الموضوع. خلني أنا اسمح لي أعطيك نغير السؤال. والله احترام الجمهور اللي يحبني ويحبك الحين يحب البرنامج. سم. خلني لو قلت لك الآن ما موقفك من الجمهور أثناء الموقف اللي حصل؟ الجمهور اتركنا الان من احمد المالكي. ردة فعل الناس. ابي انت موقفك من ردة فعل الناس. الله يسامحهم ويحللهم جميعا. من سب ومن شتم ومن قذف سامحته ومن دافع. على فكره ومن دافع شكرته. على فكره زوجتي محامي ويعني كان باستطاعتي اوجه لها طبعا تحيه، كان باستطاعتي حقيقه ان ارفع كثير من القضايا على كل من سب او شتم او قذف، لكن سامحتهم جميعا يعني. تغفلت. نعم تغافلت. السبب؟ السبب هذا أنا يعني. إنك طيب. لا أتحمل كل ما يأتي من الناس، ولا بد على الناس أن يتحملوا كل ما يأتي مني بالتالي يعني. وأنت تقول قبل شوي إنك ما أنت متغافل إعلاميا، ترى أنا الحين بديت ضربت بيوزي الحين يا أبو أستاذ أحمد. لا الناس تعلمني أنت، خليني أمسي معك خط. الناس تاج الرأس، لذلك يجب أن تحترمهم يعني بشتى أنواعهم وشرائحهم. نعم أحترم من يختلف معي وأحترم من يتفق معي. طب خلهم يجاوبهم، يسألونك في الهاشتاج، افتح الهاشتاج. أعتذر، يجب عليهم أيضا هم أن يحترموا رغبتي. طيب على راحتك والله. يعني أنا واجب أني أنقل لك ما يعطيني إخواني في استديو العمليات جزاهم الله خير، وأيضا الجمهور، وألبي رغبتهم وأنقل لك السؤال كما نقلته لك قبل قليل. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.